مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات كافيه 20. تسلسل كافيه 20 نفس ما أنتم عارفين إبداعات ومواهب شبابية وحوار شبابي وفقرة أخيرة خفيفة يعني نقدم فيها موضوع معين. اليوم في فقرة الإبداعات والمواهب الشبابية راح نتكلم مع شاب كويتي مبدع في رياضة معينة، رياضة عنيفة فيها قتال وفيها تشابك وتصادم راح نتكلم عنها بعد شوي، ولكن عرف أو نقدم فقرة الحوار الشبابي. الحوار الشبابي راح نتكلم فيه عن الشباب والعلاقات الاجتماعية، راح نتكلم في العلاقات الاجتماعية للشباب بتفصيل وأسهاب أكثر بعد شوي، ولكن في البداية راح نوقف مع الحوار أو عفوا المواهب والإبداعات الشبابية مع ضيفنا علي الفودري. حياك الله معنا. الله يحييك. هلا والله. طبعا للحين المشاهدين يمكن يعرفون ان احنا راح نتكلم على رياضه قتاليه، مجرد رياضه قتاليه، ولكن هي رياضه انت راح تكلمنا عنها، نبيك تقول لنا شنو الرياضه اللي انت تلعبها. اللي هي لعبه الكيك بوكسنج او التاي بوكسنج نفس الوقت، يعني تختلف المسميات. هي لعبه اساسا تعتمد على 9 اسلحه، على الايدين والركبتين والكوعين واللي هو مثل ما يسمونه باللعبه الكلينش اللي هو المطارح او السحب. فمثل ما تقول لي هي لعبه تعتمد على يعني غالبا تركيزنا فيها احنا على البطولات داخل البطوله، تتكون من كذا جوله ومثل ما تقول فايت بين اللاعبين يعني تختمها اما بالنقاط او تختمها بالقاضيه. حلو، انزين نبي تكلمنا عن بدايتك. والله بدايتي انا اساسا كانت عن طريق لعبه الكاراتيه، ما كانت عن طريق لعبه الكيك بوكسنج. كان عمري تقريبا 12 سنه مع المدرب الكبير عبد الله مقبل. اول ما بلشت باللعبه هذه و عمري كان 13 سنه، الاهل دزوني معسكر حق بريطانيا، ومن هني بديت اشوف نفسي باللعبه شوي شوي. اول على عمر 15 سنه تقريبا لقيت نفسي بالكيك بوكسنج والتاي بوكسنج اكثر، خاصه ان لها مثل ما تقول رده فعل اكثر بين بالمجتمع يعني، ولها بطولاتها ولها مكانتها اكثر. فالحمد لله لقيت نفسي باللعبه الكيك بوكسنج والتاي بوكسنج، شاركنا ببطولات خارجيه بطولات داخليه. حلو. لعبت بحدود 15 بطوله خارجيه، منها بالصين بالمغرب حلو راح نتكلم عن البطولات. حلو. بالذات ان عندنا هني ما شاء الله كؤوس اكيد تدل على التميز. نبيك تكلمنا يعني هذا في موضوع مهم جدا، وايد شباب يقول لك يعني احنا ما نبي ندخل وايد في الرياضه في جانبك انت، نبي نخليها حق بعد شوي، نبي نتكلم في موضوع ثاني شوي وبعيد. يعني اليوم شاب يقول لك والله انا اذا بلعب رياضه او ابي امارس نشاط معين صعب اوفق بين الدراسه وبين هذا النشاط، فعلي الفودري شلون قدر يوفق بين الدراسه وبين رياضة الكاراتيه سواء في البداية أو بعدها الكيك والتاي بوكسين؟ والله هو بالعكس، غالبا ترى أغلب الشباب عندهم وقت فراغ كبير، وقت فراغ كبير يعني، فإيه الدراسة المدرسة أيام قبل الساعة 1 الظهر وبعدها يعني حتى يوميا ما حد يراجع يوميا. فبالعكس لما أنا أروح مثلا المدرسة وأرد مثلا كلها ساعتين تمريني بالليل، وثلاث أيام بالأسبوع هي مو أكثر يعني، تمرين أيام ما كنا صغار ثلاث أيام بالأسبوع إذا ما عندك بطولة. فبالعكس يعني هي ساعتين بالعكس انت قاعد تجدد نشاطك وعلى قولتهم العقل السليم في الجسم السليم بالعكس، فما تتضارب الا يمكن بالجامعه اللهم صح، الجامعه شيء ثاني. يعني بالجامعه يختلف الوضع؟ يختلف كليا. شلون يختلف؟ تقدر تقول لنا كذي على السريع؟ والله اقلها لما تسافر بطوله تجيب لهم تفرق رياضي ويعني امورك قانونيه، لما تروح تسافر ترد تجيب انجاز تكافئك على الدوله، تروح الجامعه تلقى الدكتور معطيك اف اي على قولتهم او اللي هو طاردك من الماده. هذا ملف ثاني وملف اخر وطويل وعريض وحديث ذو شجون صراحه يعني. زين الحين بنرجع شويه حق رياضتك وليش انت بالذات ارتبطت في هذه الرياضه، يعني رياضه ما هي مشهوره. ما هي مشهوره. ويمكن ما لها رواج كبير يعني في المجتمع الكويتي، ليش توجهت الى هذه الرياضه بالتحديد؟ والله ترى غالبا لعبه الكيك بوكسنج التاي بوكسنج الفنون القتاليه بشكل عام تعطي ثقه حق الشخص نفسه. فانت لما قاعد تدش لعبه معينه قاعد تبذل فيها مجهود، قاعد تلعب، قاعد تتمرن، قاعد تشوف فيه انجازات، قاعد تشوف فيه مردود يعني من تعبك وجهدك. فبالحاله هذه مثل ما تقول انت يعني نفسيا مرتاح من اللي قاعد تشوفه. بنفس الوقت تعطيك ثقه، يعني اغلب الشباب الحين لو تشوفهم برا مثلا سواء اللي بالشارع او غيره او بالمدارس ايام قبل ايام ما كنا صغار مثلا تلقى مثلا عندهم مشاكل اكثر من غيرهم. بالضبط. دائما سن الشباب فيه مشاكل اكثر. اللعبات هذه بالعكس تعطيك ثقه بنفسك ان
يعني انا اكلمك شخصيا عني، ما سبقني تهاوشت مره بالشارع، لكن الحمد لله كبطولات وك كانجازات عندي 15 بطوله الحمد لله. فيعني هي منها قاعد تسلي وقتك، منها قاعد تستفيد، تعطيك بنيه طيبه حق الجسم وثقه بالنفس. وثقه بالنفس. زين، يعني الحين ما شاء الله، او خلينا ندخل في البطولات، ما شاء الله احنا شايفين عندنا هني 3 كؤوس وميداليات، ما شاء الله على قولتهم عد وخربط، لا اله الا الله، الله يزيدهم ان شاء الله. نبيك تكلمنا عن البطولات اللي شاركت فيها وتعطينا ذبحه عن هذه الكؤوس. والله البطولات، في بطولات محليه اللي هني داخل الكويت، كبدايتي مثل ما قلت لك بالكاراتيه شاركت، بعدها في الكيك بوكسنج هم بطولات محليه، في التاي بوكسنج بطولات محليه، لكن خلينا نتكلم اكثر عن اللي هي الخارجيه. حلو. الخارجيه شاركت اللي هي بطوله الصالات المقلقه اللي هي بتايلند، البطوله الصالات المقلقه اللي هي الايشن اندور اللي يسمونها، اللي صارت بتايلند واللي صارت بمكاو، هذه بطوله اسيويه وشبه اولمبيه تعتبر، يعني حلو، لها مكانتها بين الدول الاسيويه. شاركت بهالبطولتين اللي هي كانت بمكاو بالاخص وبتايلند، شاركت ببطوله العالم بتايلند، شاركت ببطوله العرب بالمغرب، بطوله الخليج كانت بالسعوديه. يعني زين، تكلمنا على هالكؤوس هذيلة، شايف من كبير كبير صغير؟ والله نبلش مع الصغير. من الصغير؟ الصغير هو انا تو ما ذكرته، هذا كاس اخذته من بريطانيا، انا اساسا ادرس في بريطانيا، انا مساء قلت لك المشاكل شويه هني الجامعه بالكويت حق يعني تتضارب مع الرياضه، فانا ايش سويت؟ اقولتهم شل قشي ورحت بريطانيا. فرحت كملت دراسه هناك، وبنفس الوقت هم لقيت انه كان في بطوله فحبيت اني اشارك فيها، كانت بطوله على مستوى كنت تتدرب في بريطانيا؟ اي نعم، هذه البطوله في بريطانيا اساسا. شلون كنت تتدرب في بريطانيا؟ والله في البدايه سالت عن نادي كيك بوكسينج، لقيت النادي، تمرنت فيه، ارتحت فيه، سالت اذا في بطولات، مع الايام لما تتدرب نادي معين حتى الناس اللي فيه يعني تصير واحد منهم فيهم. بالضبط. فبلغوني ان في بطوله، حبيت اشوف نفسي بالبطوله بين الدول الاوروبيه خاصه. فالحمد لله شاركت اللي هي بالبطوله هذه اللي هي كانت على اللي هي مدينه كنت، واخذت فيها المركز الاول عدم تكافؤ الحمد لله، وهذا هو الكاس الصغير مالها. الكاسين اللي يمهم الثانيين هذول بطولات كيوكشن، واحده على الخليج واحده على الكويت. الحمد لله اخذت فيهم المركز الاول. الحمد لله. والميداليات اللي تحت في منهم اللي هي فضيه العالم، برونزيه العرب، برونزيه اسيا. ما شاء الله، يعني هذا انجاز لمانه يسجل للكويت ومن احد ابناء الكويت. راح نشوف تقرير عنك وعن انجازاتك ونرجع نكمل حوارنا، نشوف التقرير ونرجع معكم مشاهدينا. رجعنا لكم من بعد ما شفنا التقرير، يمكن تقرير يدعم كلامنا ويضيف الى الكلام اللي كان مع ضيفنا والحوار اللي دار بيننا. راح نستكمل الحوار ونرحب فيك مره ثانيه اخوي علي الفودري. اهلا وسهلا يا هلا.
قبل شوي ويعني واحنا طالعين التقرير قلتهم بعد على شغله اضافيه اتمنى انك انت تذكرها اضافه الى البطولات اللي شاركت فيها. هم كانت في عندي مشاركه ببرنامج على المستوى العربي كان اسمه عربي جلاديتر وهو نسخه يعني كوبي من النسخه الامريكيه اللي هو امريكان جلاديتر. البرنامج هذا يعني الحمد لله كانت فيه منافسه قويه حيل وقدرت اني امثل الكويت فيه وكانوا من اصل 36 دوله الحمد لله قدرت اني اخذ المركز الرابع من اصل 36 دوله والحمد لله كانت تجربه حلوه وانضافت يعني حق الانجازات اللي عندي والركورد اللي عندي الحمد لله. رائع جدا. نبي نتكلم سبب نبي ندخل في الحين شوي تفاصيل تعلقك في هذه الرياضه. ليش تختار هذه الرياضه رغم انها خطيره؟ يعني الحين نبي نتكلم على جانب الخطوره في الرياضه، يعني رغم انها خطيره وانت معرض للاصابات يعني لا قدر الله، يعني شنو السبب؟ شنو اللي يدفعك انك تتمسك في مثل كذي الرياضه؟ والله اساسا انت اذا بتقول لي فيها اصابات وايد او خطيره تراها ما تعتبر خطيره ولا فيها اصابات وايد. يعني احنا لو بنتكلم عن اكثر لعبه فيها اصابات بالزام من الكل، الكل يلزم بهالشيء اللي هو شنو؟ اللي هي كره القدم. اكثر لعبه فيها اصابات، فهو الموضوع مو ان اذا لعبه معينه فيها اصابات او خطره انا ما احبها، لا بالعكس هو بالنهايه انت شنو تحب؟ اللعبه هذه فيها تفكير، فيها رده فعل سريعه، فيها يعني قوه بنفس الوقت تحمل. وهم بنفس الوقت شيء مو منتشر وايد بين الناس، فانا احب اني اتميز بشيء معين انه يميزني عن الباقي بنفس وبنفس الوقت انه حبيتها ولقيت نفسي فيها، ما تقدر تسال واحد ليش حبيت هالشيء. مستوى هذه الرياضه في الكويت بالتحديد؟ والله بالكويت في خامات طيبه وفي مستويات وايد زينه، لكن للاسف ينقصنا الدعم. ينقصكم الدعم؟ شلون تحتاجون دعم؟ والله الدعم من كل النواحي. معنوي مادي دعم الاعلام نفسه انتم ما تقصرون طبعا الله يعطيكم العافيه لكن احنا نتكلم بشكل عام يعني احنا اغلب البطولات الانجازات هذه اللي بناها هذا بس انا في وايد لاعبين غيري يعني اغلب تدريباتنا بنوادي خاصه بحديقه على البحر يعني احنا نجهز نفسنا واحنا نتمرن واحنا ندفع على نفسنا ساعات في بعض البطولات احنا نسافر على حسابنا وفي بعض البطولات لا على حساب الدوله باللجنه الاولمبيه هم ما يقصرون الله يعطيهم العافيه. يعني الحين الواحد يعني يتساءل يعني انت تقول ان تسافر على حسابنا، شنو اللي يدفعك انك تسافر على حسابك تشارك في بطوله؟ يعني انا بالنسبه لي الحين صار لي اكثر من 12 13 سنه قاعد العب اللعبه هذه. فساعات انت اذا شفت انه ما عندك دعم هني هم انت تبي تشوف شنو يعني انت وين واصل باللعبه اساسا مقارنه مع الناس، انت مو بس تبي تقارن نفسك مع الناس بالكويت. الحمد لله قاعد اشارك الكويت بطولات داخليه، قاعد اعرف مستوانا بالنسبه حق الكويت. بس هم بنفس الوقت نبي نشوف مستوانا برا بالنسبه حق اوروبا بالنسبه حق العالم كله بالنسبه حق الدول العربيه. ف تصير مثل ما تقول تحب انك تشوف شنو النتيجه وين انت واصل اساسا. بالضبط. انزين يعني نفس ما قلنا ان في تمسك يبين بينك وبين هذه الرياضه وانت عاشق هذه الرياضه. لوين ودك توصل في هذه الرياضه؟ والله ما تقدر تقول عند حد معين كثر يعني انا 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 لاعب ومدرب بنفس الوقت، فدائما كنت اقول حق اللاعبين اللي عندي بالنادي اقول لهم الحمد لله انا الحين عندي 16 بطوله لكن ما اقول انه خلاص بس بوقف، حاب اني اوصل ل 30، حاب اوصل ل 25 بطوله، حابين نوصل يعني مثل ما تقول يعني اذا كان في دعم ممكن توصل، بس بصراحه بدون دعم ما راح نوصل وايد. احنا ايضا يعني نتمنى انه يكون هناك الدعم الكافي لهذه الخامات الشابة المقبلة على الإنجاز للكويت. الشاب أو أي شاب عموما اليوم يبي يتوجه إلى هذه الرياضة، شنو تنصحه وشنو الطريق اللي مفروض إنه ياخذه؟ والله أولا إذا أهم شيء إن الواحد يكون حاب هالمجال، حاب اللعبة هذه أساسا، وشنو هدفه من هاللعبة هذه؟ يعني إذا والله واحد حاب إنه يدش عشان يقوي نفسه، إنه يسرع ردات فعله، إنه يتعلم شيء جديد، أوكي، لكن مثلا أحد يبي يتعلم هاللعبة هذه عشان مثل ما تقول يستخدمها بامور بيطق الاوادم بالحاله هذه انا ما انصح نهائيا، لان اساسا هو ما راح يستفيد اذا كانت هذه نيته من التدريب اساسا. لكن اذا احد حاب هاللعبه وحاب انه يستمر فيها او اول شغله طبعا اذا كان من بعد انه حابها يدور على المدرب الزين. المدرب اللي ممكن يوصله، المدرب اللي ممكن يفيده. الشغله الثالثه انه اذا قدر يحصل المدرب اللي يستفيد منه انه مو طول الوقت يتم قاعد بالنادي ويتمرن بالنادي، وانه اوكي في لاعبين تحصلهم داخل النادي مثل ما نقول وحوش داخل النادي، لكن تقول له تعال العب بطوله يدش بالبطوله تلقاه انقلب 180 درجه. الوحش هذا
تغير لدياي. شنو السبب؟ غالبا يكون القلب وعدم الاحتكاك وعدم الممارسه. عشان كذي نقول ان اذا لاعب حاب اللعبه هذه اساسا خي يبلشها صح، يختار مدرب صح. اول ما حس انه تعدل باللعبه هذه، شاف ان مستواه زين، مدربه قال انه تسمح تشارك بالبطوله، لا يتردد يشارك باول بطوله، ممكن يخسر يشارك باللي بعدها بيتعدل اكثر ان شاء الله، وشوي شوي 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 راح ممكن يوصل، وهو بعدها بيحس بلذه البطولات على قولتهم. يعني احنا دائما يقولون المدربين الكبار ان اللي يلعب بطوله واحده من بعدها يلده يحكه، ما يقدر يوقف، تسحب بطوله ورا بطوله بطوله ورا بطوله. انا يعني في سؤال كان في بالي من اول ما قعدنا بس خشيته شوي للحين، يعني اتوقع الحين هذا الوقت المناسب له. شنو شعورك لما تدخل الحين ما نقول بطوله، لما تدخل مباراه على اي مستوى كان، محليا بالنادي عندكم او في تدريبكم، عالميا خليجيا اسيويا، شنو شعورك لما تدخل مباراه وتطلع منها وانتصر؟ نفس شعور مثل ما سالتني الحين. انا الحين عشت الدور كاني قاعد ببطوله، وان دشيت البطوله اساسا وطلعت منتصر. اكيد راح تكون راضي عن نفسك، وراح تكون عقوتهم راضي غرورك، بنفس الوقت عرفت ثمره جهدك بينت باختصار، وخاصه انك شرفت ديرتك، شرفت مدربك، والحمد لله طلعت مستوى طيب. فشعور لا يوصف صراحه، شعور لا يوصف، يعني ما اقدر اوصفه بكلمات، لكن شعور لا يوصف. احنا الوقت داهمنا، سعيدين بوجودك معنا، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق اكثر واكثر. علي الفودري لاعب الكيك والتاي بوكسينج ايضا، شاكرين وجودك معنا. تسلم، ما قصرت ان شاء الله. بس حاب اقول شغله اخيره. اي تفضل. ان شاء الله شهر 7 راح تكون عندنا بطوله العالم باليونان، فريق الكويتي كلهم محترفين ان شاء الله. راح تكون بطوله العالم في الكيك بوكسينج، بنشارك فيها ان شاء الله تحت تدريب الكابتن اسماعيل رضوان. وبالنهايه حاب اني اشكركم، وحاب اشكر كل المدربين اللي وصلوني الى هالمستوى، منهم الدكتور هشام الجاسر، الدكتور الماستر هشام الجاسر، المدرب الكبير عبد الله مقبل، والمدرب اسماعيل رضوان. مشكورين على هالاستضافه الحلوه. احنا شاكرين ايضا وجودك معنا مشاهدينا الكرام. من بعد الفاصل الحوار الشبابي والعلاقات الاجتماعيه للشباب، تابعونا.